يوسف بن العباس رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمارة قطاع الحي الحسني. أريد أن أنوه بالشراكة اللي كتربطنا بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. هذه الشراكة اللي مكنات من إنجاز واحد العدد ديال المشاريع خدمة للتلاميذ المتمدرسين بهذه العمالة. اولا غادي نتكلم على مشروع تهيئه وتجهيز مركز المهدي المنجره للتفتح، اللي خلقنا فيه واحد العدد ديال الورشات في المسرح، في الروبوتيك، في الاعلاميات، في الرسم، في ورشات الصوت والصوره وما الى ذلك. كذلك ساهمنا وساهمت اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه على صعيد هذه العماله تحت اشراف السيد العامل، كذلك في تجهيز ورشات الروبوتيك بعدد من الاعداديات بهذه العماله، وكذلك احداث قاعه للارسال عن بعد لتقديم دروس الدعم المدرسي لمحاربه ظاهره الهدر المدرسي داخل المؤسسات التعليميه العموميه. كذلك هناك مشروع هو يلاه انطلق في طور الإنجاز، هو مشروع تهيئة وتجهيز مركز جديد للتفتح ابن حمديس على صعيد هذه العمالة.